أهلا بيكم، أنا ميرا صانعة المحتوى موبايل ليجند، والنهاردة جاية أعرفكم على عطلة من فئة السحرة قوية جدا، وينفع كمان نستخدمها خاصية التجوال، وهي فيكسانا. وأول حاجة هنبدأ بيها هي المهارة الخاصة لفيكسانا، وفيها فيكسانا بتسيب علامة على العدو اللي هتضربه بالضربات الأساسية، ولما الهدف اللي هي بتضربه هيموت هيسبب ضرر سحري متفجر هيصيب كل الأعداء اللي جنبه، ولازم نخلي بالنا إن الضرر ده بيزيد بزيادة المستوى، بمعنى كل ما إحنا مستوانا على في الجيم أو في المباراة بيزيد ضررنا مع شراء المعدات، وده بيزيد على الأعداء. كمان المهارة الخاصة عند فيكسانا بتكون على التوابع مش على الأعداء وبس. كمان مهارة فيكسانا الخاصة مش بتتفعل من ضرباتها الأساسية، ولكن بتتفعل كمان من أي مهارة من مهاراتها هي هتستخدمها. هنبص نلاقي ثابت علامات على أي عدو هيلمسه ضربة أساسية أو مهارة من مهاراتها. كمان فيكسانا بفضل مهاراتها نقدر ان احنا نعتمد عليها كبطل في الطريق الاوسط للخريطة، او كبطل بخاصية التجوال في حالة ان احنا ما عندناش بطل مدافع في الفريق، لان خصائص مهارات فيكسانا قوية جدا وتساعدها انها تكون بتستخدم خاصية التجوال. وفي المهارة الاولى عند فيكسانا فيها بتطلق مخلب الشبح، بتسبب ضرر سحري للأعداء على طول المسار، بس لازم نخلي بالنا هتضرب أول هدف من الأعداء ومش هتكمل للي وراهم. بيتوقف مخلب الشبح ده عند إصابة أول عدو، بعد كده بينفجر بعد 1 ثانية نفس الموقع اللي أصابت فيه أول هدف، ولما بينفجر بالتالي بيسبب ضرر للأعداء اللي واقفين جنب أول هدف اتضرب لمدة 1 ثانية. وده معناه أني حتى مهارات فيكسانا بتفعل المهارة الخاصة ليها. كمان المهارة الأولى مهمة جداً لأنها بتساعد الفريق أنهم يضمنوا أن العدو ما يهربش بسهولة، بسبب المهارة الأولى بتتحكم فيه لمدة 1 ثانية، وبالتالي ده وقت كافي أن الفريق ياخد الكلية. وفي المهارة الثانية عند فيكسانا بتحدد المنطقة اللي هتضرب فيها المهارة، وفيها بتبطئ الأعداء بنسبة 30%، وبعد مرور 1 ثانية بس المنطقة اللي ضربت فيها المهارة التانية بتنفجر وبتسبب ضرر سحري على الأعداء المصابين، على الأعداء اللي جنبهم كمان. أرجع وأقول لكم تاني إن ده بيفعل المهارة الخاصة لفيكسانا، زي ما قلنا أي مهارة من مهاراتها بتفعل المهارة الخاصة ليها. كمان ياريت نبدأ بداية المباراة بفتح المهارة التانية الفيكسانا، لأنها بتساعد بسرعة جداً أني احنا نعمل كلير للويف، أو أني احنا ناخد موجات التوابع بسرعة جداً، لأن برضو ما ننساش أن هي بتفعل المهارة الخاصة الفيكسانا، وبالتالي تاخد أكبر عدد من التوابع وبتموته بسرعة. وفي المهارة القصوى عند فيكسانا تستدعى المارد في الموقع المحدد اللي هي هتكون محددة، هيسبب ضرر سحري للأعداء المصابين، غير إنه أول ما بينزل على الأعداء بيرفعهم للأعلى لمدة 0.8 ثانية، وبعد كده بينضم المارد لساحة المعركة مع فيكسانا لمدة 15 ثانية، وكل هجمة من هجماته هتسبب ضرر سحري للأعداء. كمان بنقدر ان احنا نستخدم المهارة القصوى مرة كمان في حالة ان احنا حبينا ان المارد يتبعنا، بمعنى اول مرة هينزل في المكان اللي احنا هنحدده، وتاني مرة هينزل جنبنا، هيتبعنا في المرة التانية، هيفضل متابعنا لغاية ما تنتهي تأثيرات المهارة. وفي حال ان العدو كان بيتحرك واستخدمنا المهارة القصوى، هنلاقي ان المارد بيتبع الأعداء وبيمشي وراهم، وبرضو بيفضل يضرب فيهم ويسبب لهم ضرر سحري.
أما عن كومبو فيكسينا فهيكون المهارة القصوى، المهارة الأولى، المهارة الثانية. المهارة القصوى، المهارة الأولى، المهارة الثانية. أما عن تجهيزات المعركة لفيكسينا فيفضل أن احنا نستخدم لها مميزات من فئة الساحر مع موهبة رشاقة لزيادة سرعة حركة فيكسينا مع موهبة الملاحظة علشان نزود اختراقها السحري مع موهبة مقام السحر لأنها بتساعد في إلحاق ضرر أعلى من نسبة 7% من نقاط حياة العدو القصوى 3 مرات متتالية خلال 5 ثواني، وتأثير الموهبة دي بيتجدد كل 12 ثانية. وأما عن عويزة المعركة فممكن أن احنا نستخدم لها ضربة اللهب لأنها بتساعد لو كان العدو قريب من فيكسينا، واستخدمت ضربة اللهب فهتبعد العدو عنها، وفي حال العدو كان بعيد عنها فعلى حسب مسافة طيران ضربة اللهب على حسب ما هتسبب ضرر سحري للعدو. وممكن كمان ان احنا نستخدم لها عويزة المعركة الوميد، انها هتساعد فيكسينا انها تنتقل بسرعة للمكان اللي هي هتحدده تهرب من العدو بسهولة. واما عن معدات المعركة ففي تشكيلتين للمعدات تقدروا تستخدموهم. انا عن نفسي بفضل المعدات للاحتراق السحري، ولكن في بعض اللاعبين بيحبوا اكتر الاختراق السحري، فانتوا تقدروا تستخدموا اللي تحبوهم او تشكيلة المعدات اللي هتكون مفضلة عندكم اكتر. واما عن المعدات المضادة لفيكسينا احسنها هيكون هو درع اسينا، لأنه بيحمي وبيقاوم الضرر السحري المتفجر اللي بيحصل من خلال الكومبو اللي بتضربه فيكسينا. وأما عن الأبطال المضادة لفيكسينا فهيكون عندنا مارتس، لأنه بيقاوم تأثيرات السيطرة، وكمان هيكون عندنا بانديتا لأنها ملكة الإميون، يعني ملكة مقاومة تأثيرات السيطرة. وبكده أكون شرحت كل حاجة عن فيكسينا، فأشوفكم في فيديو جديد مع بطل جديد.